الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم من جديد. ولسه مكملين نهار جديد، وفقرتنا الثانيه هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا. يمكن الادمان ما بقاش فقط ادمان للمخدرات، انما بقى عندنا كمان ادمان للانترنت او التواصل الاجتماعي، اللي اصبح النهارده وباء كارثي او خطر وطني بيهدد الصحه العامه. لما نشوف النهارده انه ما حدش فينا بقى بيقدر يستغنى عن التاب او الموبايل في ايده، لدرجه انه يعني اعزكم الله دخولنا حتى التويليت او الحمام بقى بالموبايل. ده مشكله بقت النهارده بتسبب الانفصال ما بين الزوج والزوجه، بقى في خرس زوجي او صمت زوجي. بقينا بنشوف النهارده في ناس بتسيب شغلها وعملها بسبب الانترنت، ناس بتفشل في دراستها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. عشان كده نتكلم النهارده عن هذا الهيروين الالكتروني او الادمان الالكتروني، هنعرف تفاصيل اكتر ازاي نتخلص منه، ازاي ممكن نحمي شبابنا منه، ايه اللي ممكن نعرف العلامات اللي تعرفنا ان ده فعلا بقى مدمن للتواصل الاجتماعي. تفاصيل كتيره جدا هنعرفها النهارده مع ضيفي العزيز، شرفني منورني في الاستوديو، استاذ عبد الرحمن اشرف، محاضر وخبير بمواقع التواصل الاجتماعي. نورنا وشرفنا. الله يكرم حضرتك ونور حضرتك. يعني بدايه كده، ازاي اقدر اعرف ان انا مدمن يعني مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو في كام حاجه المفروض حياتي تسالها لنفسك، فهل هي موجوده عندك ولا لا، عشان تعرف هل انت فعلا مدمنه لمواقع التواصل الاجتماعي. اول حاجه، هل حضرتك دايما بتفكري في مواقع التواصل الاجتماعي زي تويتر، انستجرام، فيسبوك؟ دايما في بالك، عايزه تشوفي الابديت الجديد، عايزه تشوفي مثلا صاحبتك او صديق او زميل للشغل نزل ايه النهارده، طب هم عملوا ايه النهارده، صديقه مثلا عزيزه مسافره، طب هي شايفه البحر ازاي، طب هي مبسوطه في الاجازه بتاعتها ولا لا. فكل الفضول ده سلبي للاسف. هو سلبي. تاني حاجه، هل حياتك بتلاقي دافع من جواكي اللي انت تستخدميها؟ ممكن تكون قاعدين مثلا بقى تقولي ايه، انا ممكن اخش اكلم مش عارفه مين على الواتساب، ممكن اخش مثلا اعمل لايك لكذا، ممكن اعمل سيرش في كذا. فالدافع اللي يخليكي دايما عايزه تمسكي الموبايل، تاني حاجه سلبيه برضو. تالت حاجه بقى، في كم برضو اسئله زي مثلا ايه، حالات الاستغناء زي ما بيقولوا. يعني مثلا في ناس هم في المطبخ بيعملوا اكل ماسكين برضو الموبايل، في ناس وهي داخله الحمام بتاخد معاها الموبايل. في ناس مثلا وهي بتلعب مثلا ايا يكن بقى، بتلعب كوره، بتلعب رياضه، ممكن في البريك بدل ما هم مثلا ما يشربوا ياخدوا نفسهم، لا بيبقوا ماسكين الموبايل. فكل ده برضو للاسف سلبي. رابع حاجه، هل حضرتك مثلا لما تستغنى عن الموبايل لفتره معينه، هل بتحس بانقباضه او بتحس بضيقه كده، بتحس ان حياتك مخنوقه؟ زي مثلا الموبايل فصل شحن، فحياتك بتستغني عنه ولا بتبقى عايزه؟ لا، بنجري ندور على الشيء طبعا. بنلف حوالين ايوه فعلا، تبقى مستعجله ان الموبايل يشحن عشان عايز تمسك الموبايل. بالظبط. نسيت التليفون في الشغل، يا بتبقى مخنوقين جدا. بالظبط. الموبايل اتسرق، يا نهار ابيض، انا ممكن انتحر فيها دي. ففي كام افكار كده بتجي لك لما الموبايل ما يبقاش موجود، كلها سلبيه. وبتحس ان انت لا مش قادر استغنى عنه. ممكن تفضلي حاسه ايه، لا عادي ممكن استغنى عن الموبايل لفتره وجيزه او فتره معينه، بس لو جيتي للحق محدش يقدر يستغنى عن الموبايل. صحيح. واللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. وخامس حاجه، هل الـ الـ السوشيال ميديا بتاثر على حضرتك مثلا كدراسه او كعمل؟ في ناس دراستهم يبقى للاسف عليهم امتحان ثاني يوم، فبدل ما هو يقعد يذاكر لا هو ماسك الموبايل. اغراء مش طبيعي يعني. غير طبيعي. والام كل شويه تدخل على اولادها تلاقيهم قاعدين يا ابني الامتحان بكره. دي حقيقة. المشهد المتكرر في كل بيت. ايوه، في كل بيت مصري فعلا. وتلاقي نفسك الوقت جاي منك ونمت صحيتي على الامتحان. هو ده. كل شويه تقعد تقول انا هذاكر النهارده، طب انا هذاكر بكره، هذاكر بعد ساعه، وتلاقي نفسك دايما ماسكه الموبايل ومش عارفه تستغنى عن الموبايل. فللاسف دي برضو من السلبيات للسوشيال ميديا اللي هي بتاثر على الدراسه. يعني الاسئله دي للاسف، بكل اسف يا عبد الرحمن، كلنا يعني اجاباتنا عليها ممكن توصلنا ان احنا كلنا بقينا. لا ده انا ما قلتش حياتك الخطيره بقى. الخطيره. حضرتك لو جاوبتي على سؤالين من دول بنعم، فحياتك كانت مدمنه. ياه، اتنين بس ما بالكم بكل الاسئله. ولا وفي اسئله كتير جدا، يعني انا قلت حياتك خمسه. حالتنا بقت صعبه قوي. يعني احنا حتى مش بس بنقول شباب وصغيرين، اللي احنا المفروض ان احنا نقومهم واحنا نبقى قدوه ليهم. كلنا، كل افراد الاسره، لما بدايه من الجد للاب للشباب للاطفال، كله ماسك الموبايلات حتى في الاعداد العائليه. حتى في البيت، دي حقيقه. نبقى قاعدين عشان نتجمع والناس تشوف بعض، كله ماسك موبايله وكله بيتابع، وكانه في حاجه يعني خطيره ما على الموبايل. دي حقيقة. مش قادرين نفوتها. للاسف الاسره كلها قاعده في ترابيزه واحده،
كلهم ماسكين الموبايل، فمش بيحسوا بجو الاسره. ممكن ودي من اسوأ حالات السلبيات السوشيال ميديا، اللي ممكن تعدي مرحله مراهقه سواء لشابه او لشابه من غير ما يحس بالاسره، دعم الاسره، تحفيز الاسره، الحب والحنان، كل المقومات اللي بتبقى موجوده في الاسره فقط مش بيلاقيها. فممكن بقى لا قدر الله يحصل حاجه نفسيا، ممكن يطلع عنده مشكله، ممكن لا قدر الله يتعرف على صديق او صديقه يديهم كل الثقه والامان، وتلاقيهم دايما ايه يحب يقعد معاهم عن الاسره. تلاقي دايما واحد صاحبك مثلا او واحده صديقه لحضرتك مثلا يقول لك ده بيقعد معاه اكتر من البيت، صحيح، ويخاف على ظهره اكتر من البيت بالظبط، وممكن يتخانق مع البيت عشان مثلا عشان هذا الشخص عايز يقعد معاه، عايز يخرج معاه، يسافر معاه. مع ان العكس اللي حصل مش هيحصل كده. لو قال له مثلا انا رايح البيت مستحيل يتخانق معايا، يقول له انا طالع البيت هقعد مع بيتي شويه، عشان هو مش حاسس بميزه الاسره. يعني وصل عندنا اهميه التواصل الاجتماعي بقى درجه اولويته اكتر بكتير جدا عندنا من الاسره ومن القريب ومن الاهل ومن يعني هو ده الاساس اللي بنقول عليه اللي باظت القاعده الاساسيه اللي المفروض كلنا نتربى عليها. طيب انت شايف هو ده هروب من الواقع؟ يعني احنا بنهرب من الواقع بنروح للعالم الافتراضي؟ ده حقيقي، ده حقيقي. بس اقول لحياتك على حاجه، دايما الانسان بيدور على الحاجه اللي تفرحه او الحاجه اللي تحسسه بالكمال طبعا وكمال الله او بالنجاح. ممكن يبقى انسان حاسس انه فاشل في حياته مع انه انسان متوسط جدا عادي، بس شايف انه نجح في السوشيال ميديا. بمعنى ممكن يلاقي شخص مثلا هو بالنسبه له الشخص ده كاريزما او الشخص ده ناجح وعمل له مثلا لايك او كومنت، هو كده حاسس بالنجاح مع انه ما عملش اي مجهود يذكر. مجرد البوست وشويه اللايكات دول حسيته بالعزه النفس او ثقه بنفسه او انه في قبول عند الاخرين. دي حقيقه، بيحس زي ما حياتك بتقول ايه بالحب الكذاب، انا مسميه دايما الحب الكذاب. فعشان برضه من سلبياته حياتك، ممكن لو عرفتي حد فيس تو فيس وتطورت صداقتكم وبقيتوا تنزلوا مثلا حياتك وزميلاتك في الشغل، نزلتوا خرجتوا اتفسحتوا تطورتوا وسافرتوا مثلا مع بعض، فهتلاقي في ترابط لعلاقتكم. دايما هم خايفين على حياتك، هم وحياتك خايفه عليهم. بعكس السوشيال ميديا، انا ممكن اعرف حد على الفيسبوك ويوم لما اتخانق معاه اعمل له بلوك. اسهل حاجه، اسهل حاجه فعلا، دي حقيقه. يعني ما اكثر البلوكات دلوقتي. دي حقيقه فعلا. ومش بعمل مجهود اللي انا احافظ عليه. ودي برضو من اكتر الحاجات اللي بتاذي الشباب نفسيا، اللي هو ممكن يحس ان هو حاجه مهمه عند شخص، ثاني يوم يلاقي نفسه الشخص ده مش بيكلمه اصلا وبينهار. فعلا بينهار. هل عشان كده احنا بقينا بنوصل لحالات اكتئاب كتيره جدا بسبب التواصل الاجتماعي والانتحار؟ انتحار كمان، وحالات انتحار. انتحار عدم الاهتمام، الشخص تملي بيحس بال اللي هو ملوش مكانه في المجتمع، ملوش قيمه، دايما بيحس ان هو قيمته زي التراب. يعني شايف انه التواصل الاجتماعي بتديله الشهره والقيمه فعلاً. والمكسب السريع اللي هو بيدور عليها. فعلا دي حقيقه. لا، وبالنسبه للمكسب السريع دي اسوء حاجه هاتك سمعنا اتكلم عليها. هو يعني اقول لحياتك ازاي، دي فيها نقط كتيره جدا كنت اتمنى اتعمق فيها كلها، بس انا اقول لحياتك افضل النقطه انا بحب اتكلم عنها. حياتك عندك مثلا من وجهه نظر ما فيش مقارنه ما بين شخص مثلا ايا يكن، شغال شيف، شغال مثلا في مكتب، شغال محاسب، شغال محامي، اي نكون شغلانته، جنب شغلانه للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا ممكن الشخص ده بدون مبالغه يفضل سنه مثلا يعني عشان يجمع رقم يحاول يجيب لنفسه يزق عربيه، يحاول يكفي اسرته، يحاول هو يبني مستقبله في مدار سنه. مع ان يعني من غير ما ادخل في تفاصيل في الجزئيه دي عشان حياتك هتحزني لما ادخل في تفاصيل عنها، ممكن شخص تافه بيقدم محتوى تافه وقد يكون سلبي على عقول الشباب، ممكن يعمل في الفيديو الواحد 6 مليون جنيه. في الفيديو الواحد 6 مليون جنيه في فيديو واحد تافه جدا. يعني فيديو يعني ما ولا ليه محتوى ولا ليه هدف، ملوش قيمه. بالعكس حياتك لو شفت الفيديو ده ممكن ياثر عليكي بالسلبي، ولو ما اثرش عليكي بالسلبي ياثر على ابن حضرتك، تلاقيه بعدين حلق حلقه مش كويسه، تلاقيه ماشيه مش كويسه، بيتكلم كلام مش مظبوط، او حتى التحديات اللي بيعملوها والحاجات اللي بيصرفوها او الحاجات اللي بيجيبوها ويرموها. يعني المصاريف نفسها، لما بنشوف حد يقول لك تعالى شوف بيتي الجديد، تعالى شوفوا فيلتي الجديده، وانا قاعد مثلا في بيت متواضع، قاعد في امكانيات عاديه،
بيجي لي عقد نفسيه النهارده واكتئاب واكره حياتي واكره عيشتي وابقى بتمنى النهارده يجي لي دخل زي ده بيعادل اضعاف دخل في السنه كلها لفرد من الافراد. ايوه وعايز اقول لحضرتك ده محتوى قد يكون تافه، ممكن يبقى حاجه تافهه جدا. انا عايز اقول لحضرتك ممكن يكون المحتوى ده اصلا بيغلط في حد، ممكن يكون بيأذي حد ومع ذلك بيتنمر على حد، بيتنمر مثلا على حد ومع ذلك الفيديو ده يعمل له مبالغ رهيبه. فتملي الشباب ايه؟ يعني انا هقول لحضرتك على حاجه جميله بمناسبه ان حضرتك اتكلمتي في الموضوع ده. انا لما حبيت اعمل ريفيو عن الموضوع ده واتعمق جدا دايما بحب اسال الناس الكبيره. فروحت كده في نادي، النادي ده جواه صالون، الصالون ده بيبقى قاعد فيه ناس اللي هي الكبيره سنا. بحب دايما اقعد اسالهم عشان بنستفيد منهم جدا طبعا. فانا بعمل خبراتهم يعني واسعه جدا طبعا فعلا. فلما تعمقت معاهم حللت حاجه صدمتني الصراحه. وبعد ما حللت معاهم رحت بقى اتعمقت مع الشباب واسال كل بقى الاصناف من اول مثلا ممكن 14 سنه لغايه 30 سنه. فوصلت لحاجه قلقتني قوي من زي ما حضرتك ما تقولي اللونج تيرم اللي جاي. اللي هي ايه بقى؟ يعني سالتهم ايه وايه اللي وصلت له؟ هقول لحضرتك على حاجه. بمناسبه التحفيز اللي حضرتك بتتكلمي عليه، كان زمان الشاب ايامهم كان عشان ادي لحضرتك ريفيو سريع عن الموضوع ده، السوشيال ميديا هي فعلا ادمان، ادمان زيه زي المخدرات. ليه؟ المخدرات الموجوده الانسان غالبا اللي بيتعاطى المخدرات بيبقى عنده حاله اكتئاب، حاله نفسيا، فبيشرب مخدرات فاكر ان هو بيرفع على نفسه للاسف. فالمخدر ده هدفه ان هو يديله هرمون السعاده اللي هو الدوبامين. نفس الهرمون ده اللي هو الدوبامين الشخص بيتعاطاه اللي دايما في تواصل تام في السوشيال ميديا. نفس الاحساس نفس او الوصول للمرحله دي من المخدرات هو اللي بيوصلنا ليها التواصل الاجتماعي. فعلا دي حقيقه، دي كارثه، دي كارثه كبيره جدا. ف اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. فكان الشخص ده زمان لما كان مثلا ازاي كانوا بيجين هرمون الدوبامين في جسمه، كان زمان الشاب مثلا ايام بقى المدرسه ما فيش سوشيال ميديا ما فيش الكلام ده، ايام المدرسه كان الطالب يقول اجابه ممتازه تلاقي الطلاب بيسقفوا له، المدرس قومه انت طالب مجتهد، يقول له كلمه جميله فيرفع راسه تحسه مره واحده ايه حس بكاريزما بشعور السعاده كده ان هو عمل حاجه يفتخر بيها، حد حياه بجد يعني في المدرسه او في العمل بتاعه. فعلا في اللحظه دي عقل حضرتك بيربط الفعل بالسبب. فعقلك بيستوعب طبيعي، انا عملت حاجه كويسه الناس اللي حواليا بتسقف لي، ده انا عملت حاجه ايجابيه، الا وهي بقى اللي انا تفوقت في دراستي في جزئيه معينه. فعقلي وجسمي بيكافئني. سبحان الله، ربنا خلق جسمنا سبحان الله بطريقه يعني جميله. فجسمي بيكافئني بالدوبامين هرمون السعاده. سبحان الله. فسبحان الله اول ما جيني الدوبامين فحس بهرمون السعاده. اللحظه دي بقى زي ما بيقول لك اول لحظه دي ما تتنسيش. فحس ان اللي انا افضل واحد وحاسس بالسعاده وكل الطلاب بيسقفوا لي. ففي اللحظه دي بربط دايما الفعل مع السبب، وبالتالي احب دراستي اكتر واتفوق فيها اكتر. الله ينور حضرتك، ده اللي انا كنت جاي لحضرتك فيه. كان لما بربط السبب بالفعل فعلى طول اقول بعد ما الناس تسقف واقعد خلاص الهرمون خلاص قل، هرمون السعاده، فانا عايز اجيني الهرمون ده تاني. اعمل ايه؟ اشد دراستي اكتر. الاول كنت بطلع الاول على الفصل، لا اطلع الاول على الدفعه. جينت الهرمونين الدوبامين تاني، الناس سقفوا لي، حسيت بكاريزما، بقيت عايز اطلع الاول على الجمهوريه لغايه ما اوصل لافضل حاجه في المجال اللي انا فيه. نفس الكلام اضربيه في لعيب الكوره، كان يخش يرقص اللعيبه يجيب جون، الكابتن يسقف له، الفريق يسقف له، عاش على طول هرمون السعاده، جسمه يكافئه ان هو عمل حاجه ممتازه بهرمون السعاده. في اللحظه دي برضو عقلي بيربط الفعل بالسبب. بالظبط. فلما احس بالاحساس ده تاني بقى عايز احسه ثالث ورابع وخامس، فول لا لازم اجيب جون ثاني وثالث ورابع. وكل في كل جون جسمي بيقعد يكافئني فبقى عايز اجيب الجون اكتر. فتلاقيني بقى بعدين احترف، بعد كده اروح اطلع العب مثلا في المقاولين العرب، العب في السكه، بعد كده اوصل للزمالك والاهلي. وكل ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا بسبب الهرمون ده. ده بالنسبه للجيل القديم. اللي انا تخوفت منه لما عملت الريفيو بتاع الجيل الحالي. ازاي بقى؟ شفت حضرتك مقدار الجهد اللي اسرتنا قديما سواء والد حياتك او والدتك او جد حياتك او جدتك ونفس الكلام عندي
زمان كان بيجي هرمون السعاده ازاي؟ هصدمك لو انا قلت لك ان انا مش لازم اعمل الجهد ده كله ولا لازم اذاكر اصلا، ومش لازم اطلع الاول على الفصل ولا على الدفعه ولا لازم العب كوره، مش لازم العب رياضه اصلا. انا ممكن اكون نايم وافتح تليفوني اتصور صوره شيك بدله مثلا، اتصور والشمس بتغرب، اتصور جنب البحر وانزلها على السوشيال ميديا. جابت 100 لايك على كام كومنت، هرمون السعاده جالي. حسيت بالاهميه، كل اللايك دي زي التسقيفه بالظبط، الناس كلها بتسقف لي في اللايكات، الكومنتات دي كلها الناس حساني بالفخر وبالعزه والعزه لله طبعا. فلما وانا قاعد على السرير ما بعملش جهد يذكر، وفي نفس اللحظه دي لما ابص على الصوره عندي والاقي لايكات كتير كومنتات، ساعتها جسمي بيترجم الفعل بالسبب وبيديني هرمون السعاده، لان انا خدت يعني نفس التسقيفه ونفس التحيه ونفس اللايكات في صوره لايكات طبعا وكومنتات بدون مجهود طبعا يذكر وانا قاعد في بيتي، فطلع الشعور السعاده ده. شايف ده بيأخرنا، يعني مواقع التواصل الاجتماعي بتأخرنا وبترجعنا لورا، في حين احنا كنا ممكن يبقى عندنا ناس متفوقه، ناس مجتهده، ناس تقدر ان هي تجيب المراكز الاولى، يعني بعيدا عن الانترنت اللي ظهر في طبعا التكنولوجيا جميله وليها ايجابيات اخرى، ولكن مرحله الادمان دي بتاخرنا وبترجعنا لورا. كويس ان حضرتك سالت السؤال ده، السؤال ده جميل جدا. هي ممكن توقفنا في مكاننا وممكن ترجعنا لورا جدا. ليه؟ عشان مش لازم اذاكر، انا مش لازم العب كوره، حتى هتلاقي وللاسف في اسباب بتربط الافعال دي من الاسره. يعني للاسف بدل ما انا احاول اخلي اسرتي ما تدمنش السوشيال ميديا، تلاقي مثلا الام ابنها صدعها عمل شويه دوشه، تفتح له لعبه على التليفون، اتفضل يا حبيبي ايه العب على اللعبه، فعلى اساس ان الطفل يلهي نفسه. صحيح. مع انها ممكن تجيب له بازل، ممكن تجيب له اي لعبه يكون عقله. العاب كده رياضيه والعاب ممكن تلاقيها في اي مكتبه على فكره. بالظبط. ورخيصه جدا، ممكن تلاقيها ب 10 جنيه 15 جنيه، بس القيمه بتاعتها اعلى بكتير. ده صحيح. بتفتح عقله، بتخليه بيبقى عايز يركب، عايز يفك، ممكن يطلع بعدين مهندس كبير جدا، ممكن يطلع دكتور كبير جدا، بس هي بتقول لا انا افتح التليفون واديها له. فتلاقي الطفل كبر، نظره ضعيف، في تخلف، مفيش خطوه لقدام للاسف. يعني شايف الاستسهال مننا برضو، يعني استسهال الاسره والام والاب، وان هي تخلص من ذن ابنها مشغوله وعايزه تعمل حاجه، فهي اللي خلت ابنها يوصل لمرحله الادمان ده واخرته عقليا. النهارده كانت ممكن تخليه يبقى ذكي، يعني كل الاطفال بتتولد بالفطره اذكياء. أيوة. احنا اللي بنأخرهم عقليا بانهم يقعدوا قدام الكرتون ويرجعهم يبقوا عندهم توحد. دي حقيقه. دي حقيقه جدا. هذه اتكلمتي في نقطه مهمه جدا، والنقطة دي بتتفرع لأجزاء كتيرة جدا. جميل. أنا بقى عايزة هنا أوصل لنقطة مهمة قوي. اتفضل. إزاي أتخلص من الإدمان ده؟ وده المهم. يعني إحنا النهاردة فردنا في حتة إنه التواصل الاجتماعي بيجيب مشاكل، بيوصلنا لإدمان، بيأخرنا أكتر ما بيقدمنا، بيأذي شبابنا. أنا بقى عايزة أقف وأحط نقطة كده من أول السطر وأقول إزاي أبتدي من جديد، وإزاي أتخلص من أول الكبار للشباب للصغيرين من إدمان الإنترنت. هو في كذا وسيلة، بس زي ما بيقولوا دايما يعني صنع ثم لا ما بيشربش. يعني ده حقيقي، يعني كانوا جابوا فعلا مارك وهو بيقرا الكتب، بيقرا كتاب. ادي يا جماعه مؤسس الفيسبوك، دي حقيقه، واللي بياكلنا اكل خطير بوراك بتاع تركيا، عشان اكتر واحد عارف بياكل اكل صحي. فعلا دي حقيقه. يعني انا شفت الصوره دي اتسرحت، ضحكت، صدمنا. استاذ مارك يودانا كلنا فيسبوك وقاعد بيقرا كتاب، وفعلا دي حقيقه، عشان هو عارف خطورته. فالراجل المفروض الناس بقى ايه اللي عايزه تحط لنفسها مستقبل باهر تاخد بالموضوع ده عبره. طب اذا كان صاحب الفكره نفسه، الكرييتور نفسه، قاعد بيقرا كتاب، ودايما قاعد بيقرا كتاب، قاعد في الطبيعه، ليه مش قاعد على السوشيال ميديا؟ لازم يسال نفسه السؤال المهم ده جدا. وبالنسبه بقى للحلول، حياتك لو تسمحي لي اطرح لك كام حل. ومن الحلول دي وزاره الشباب والرياضه عملت مبادره جميله جدا بقياده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، الا وهي مبادره اعرف بلدك. الله. المبادره دي فيها اول حل واجمل حل، بس هو الصراحه وزاره الشباب والرياضه جابتها بطريقه مبتكره جدا. بتجيب الشباب، بتخليهم يسافروا في مصر، يعرفوا الاماكن السياحيه في مصر. حضرتك هتقولي طب ايش دخل ده في موقع التواصل الاجتماعي؟ انا هقول لحضرتك دلوقتي. انا من النوع اللي انا شايف الانسان عشان يستجم، يعرف يفكر، يفصل شويه،
دايما بتجي لنا افكار ايه، انا عايز افصل شويه واسافر في حته ما حدش يعرفني فيها في جزيره ده حقيقي محدش يوصل لي، وفعلا ده حقيقه انت ممكن تعمل كده. وفي مصر فيها معالم جميله جدا سياحيه ان انت تعمل الكلام ده. من الكلام ده مثلا تلاقي الشباب كلها اغلبيتها بتسافر دهب، غشيتان، شرم الشيخ، هتلاقي الناس كلها بتسافر الاماكن دي. واماكن جميله جدا جدا جدا، حياتك عندك مثلا حته زي جزيره الاورنج، جزيره في مصر تحفه. عشان حياتك اصلا توصليها بتركب معديه مش بتركب مواصلات، مش سهل. ناخد بريك من السوشيال ميديا، نقعد في الطبيعه نتامل. يعني حياتك تخيلي معايا كده، انهي اولى؟ ان انا امسك الموبايل دلوقتي اتفرج على فيلم، ولا افتح فيسبوك وانستجرام وتويتر، ولا اكون قاعد في جبل في دهب تحتيها رمل قدام البحر فوقيها السماء، واحد بسمع مثلا اغاني الام كلثوم، مثلا بسمع بيانو، بسمع كمانجا، بسمع بقى اغاني اللي انا بحبها زي كايروكي، اسمع ايا يكن اغنيه اللي انا بحبها، واحد بفصل، واحد بس مركز في الطبيعه. ايه اللي يضمن لنا يا عبد الرحمن ان هم يسيبوا الموبايلات برضه؟ لا يعني هو هيسافر عشان يتصور وبرضه يرجع للتواصل ويحب اللايكات. للاسف ما بيلحقش يستمتع بالطبيعه. في ناس فعلا بتخرج الخروج عشان تتصور فعلا ويرجع، هو ما حسش بالاكله الجميله اللي اكلها، ولا المطعم الشيك اللي راحه، ولا واهم حاجه يتصور وياخد اللقطه عشان الناس تشوفه هو فين وعايش ازاي. فعلا دي حقيقه. انا بعمل حاجه جميله جدا لما بسافر، بسيب دايما الموبايل بتاعي سواء في الكامب او الاوتيل اللي انا قاعد فيه، بقفله بسيب بس ببلغ مثلا. ده قرار صعب قوي يعني عايزين الناس فعلا تتدرب وتحاول ان هي يعني تيجي على نفسها مره كده وتشوف الاراده هتغلب التواصل الاجتماعي ولا لا. انا اقول لحياتك على حاجه جميله، زي ما جهان ان حضرتك لو سافرتي مره وسبتي الموبايل في الاوتيل، اول مره تبقى صعبه جدا، تاني مره نص نص، تالت مره تبتدي تاخدي على الموضوع، بالذات لو انت قاعده في حته طبيعيه. ودايما برشح للناس دهب عشان دهب جميله جدا في ملامحها واماكنها السياحيه وفي طبيعتها. حضرتك هتدمني الطبيعه مش هتدمني السوشيال ميديا، هتبقى عايزه كل فتره اسيب الشغل اسافر دهب، اقعد على جبل، اقعد على البحر، اقعد على الرمل، اتمشى وسط الاحجار الملونه اللي في دهب. انت عندك في دهب احجار جميله جدا، الاصفر والاحمر والاسود، احجار جميله جدا. ومصر بقى ياما في اماكن سياحيه زي سيوه، اسكندريه، جزيره الاورنج، الغردقه. فده بالنسبه الاول حل. تاني حل دايما اربط نفسي برياضه، كوره، تنس، اي رياضه، حتى لو مش لازم اكون لعيب في نادي، انا ممكن العب رياضه عادي، ممكن انزل جيم، المهم اربط نفسي برياضه عشان برضو هجيني الدوبامين لما احس ان انا فت. انا رياضتي لياقتي البدنيه جميله، فبحس برضو بالكاريزما وبالسعاده. بالظبط. تالت حاجه دايما اربط نفسي بشورت تيرم لونج تيرم بمهام اعملها. ايوه، زي حاجات على الشورت تايم وحاجات على اللونج تايم، يعني على المدى البعيد وعلى المدى القصير. الله ينور على حضرتك. زي مثلا انا والله الفتره دي انا مثلا هعمل رساله ماجستير، مثلا انا في كام ريسيرش او ريفيو هعمله في المكان الفلاني. طب انا ممكن اعمل ندوات توعويه، انا بتكلم عن نفسي انا طبعا، ندوات توعويه للشباب عن الجزئيه الفلانيه. ممكن احاول افتح لنفسي كشباب مشروع شبابي. شورت تيرم ولونج تيرم، هلاقي نفسي اصلا مش بفكر في السوشيال ميديا، مش هتيجي في دماغي اصلا. رابع حاجه اشوف بقى السلبيات السوشيال ميديا واحولها لايجابيات. انا ممكن اتعلم لغه جديده من السوشيال ميديا، ممكن اخد اكسبيرينس جديده جدا حول العالم مش في مصر بس، من السوشيال ميديا. انا ممكن اعرف دلوقتي مثلا في فرنسا بيدرسوا ايه وانا قاعد في البيت، ممكن اعرف الجامعه دي اصعب جامعه في امريكا رساله الماجستير بتاعتها بتبقى عباره عن ايه. بشكرك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن اشرف، محاضر وخبير بواقع التواصل الاجتماعي، نورتنا وشرفنا بوجودك معايا. اتمنى يعني نحاول ان احنا ننفذ ولو جزء بسيط من النصائح الجميله اللي قالها لنا، نسافر مكان، نشغل نفسنا برياضه، ناخد منح، كورسات، نطور في نفسنا، ونحط كده بلان لينا ولازم نحققها في 2023 ان شاء الله. واللي ما حققش حاجه في 22 هيحققها ان شاء الله، يعني بتوكله على ربنا سبحانه وتعالى. خلصت فقرتنا الثانيه، لكن لسه فقراتنا ما انتهتش، هننتقل حالا لفقرتنا الثالثه لكن بعد فاصل قصير. استنوا.